دور بعامه ال 15 أمسية كبيرة بكازينو جوليبان، سهرة جمعت أبرز الوجوه اللي رسمت المشهد الفني والدرامي لسنة 2014، فنانين، كتاب، شعراء، مخرجين، ملحنين، مصممين، إعلاميين وكتير غيرهم. بعد بدك؟ الله يزيدهم. احتفلوا بجائزة بتشكل إضافة كبيرة لمسيرتهم الفنية وبتكرم أعمالهم وإنجازاتهم اللي فازت بعد جولات من التصويت بين لجان التحكيم والتصويت الإذاعي والجمهور. هذه الأمسية يلي قدمتها الحلوة الزميلة كريم سلامي يلي وقف حدي إلى جانب الإعلام المتميز كمان ميشيل أبو سليمان، تميزت ببرنامج فني كبير وحضور شخصيات عالمية من إيطاليا، مصر، تركيا، سوريا، المغرب والجزائر. أجواء السهرة والجوائز وكثير غيرون بهذا التقرير. وبدعي ممثل السفارة الإيطالية بلبنان. من أول المشوار ما كنت إلي حسيت البعد بغمرتي حسيت راعي وكسرة لحط مسور حرواني وكسرة عشت عمري على جبل وكسرة. لأني اليوم ولي الشرف أنني كنت من ضمن الفنانين الكبار المكرمين في جائزة الموريكس دور. غمضت عيني ومشيت لطلعت فيه ولحكي يا ريتك ما جيت. ليلى احلى هديه لعيده وجودك معنا اليوم انتي. تيم هيبقى زينك جبال دانسي من دانسي شمال هذه الليله ليلتنا والليله طويله. خلونا نرحب بسعد المجرد.